يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث وكأنه يعيش بيننا. هناك حديث يتنبأ بالواقع الذي نعيشه اليوم، وبخاصة في الدول غير الإسلامية. دعونا نتأمل ما كشفته الإحصائيات وما أنبأ به هذا النبي الرحيم. تقول الإحصائيات في عام 2010 وحسب موقع CNN أن هناك 900 ألف أسرة في أمريكا فيها زواج مثلي أو شذوذ جنسي أو لواط، ولكن هناك أضعاف هذا الرقم من الشاذين جنسيا. فنجد أن الرجل يكتفي برجل آخر مثله يعاشره، وكذلك نجد امرأة تكتفي بامرأة مثلها تعاشرها معاشرة الأزواج. وكانت المفاجأة أن نسبة الزواج المثلي بلغت 32% في الدائرة الرابعة بباريس، حيث يوجد حي لوماري المعروف بكثافة ارتياده من قبل المثليين. يعني هذا الكلام أيها الأحبة قبل 100 سنة لم يكن موجود. هناك دول في أوروبا وأمريكا شرعوا لمثل هذه القوانين، قوانين الزواج المثلي، يعني أن يكتفي الرجل برجل آخر يعيش معه معاشرة الأزواج والمرأة كذلك. هل يستطيع أحد أن يتنبأ عن كثرة وازدياد هذه الظاهرة قبل 14 قرنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب قال فيه: إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن.